السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع ليوناردو دوت اي اي بتاع الذكاء الصناعي، بحيث ان انت تديله اي كلمة انت عايزها هو يبدأ يعمل لك اللوحات اللي انت عايزها. بيقول لي انت مهتم ايه، مهتم مثلا بالارض، الانتريور ديزاين، ونبدأ نستخدم البرنامج. زي ما انت شايف الموقع فيه امكانيات كتيرة جدا، تمام؟ مش دول بس، ممكن تيجي هنا هتلاقي فيه حاجات اكتر بكتير كنا بنشوفهم مع بعض. بنلاقي عندنا مثلا ليوناردو كرياتيف، ده في جميع الفنون او جميع الحاجات اللي هنشوفها بعد كده، تمام؟ عايز تتعرف على امكانيات المكتبة، ممكن اقول له جنريت ويز ذيس موديل، وبنيجي بنكتب الجملة اللي احنا عايزينها تكست عادي ونقول له جنريت، ومنها تقدر تحدد الطول والعرض المثل اللي انت عايزه والجاد سكيل للسيب كاونت، وانت عايز كم صورة تطلع لك من اول مرة. طلع عندنا حاجات بالشكل دوت. طيب خلينا نروح باك ونشوف الخطوة اللي بعد كده. بنلاقي عندنا التصميم الشخصيات، لو انت عايز تصمم اي شخصية اقول له ماشي. تعالى بقى نقول له ونقول له هيرو مثلا ونقول له جنريت، فنلاقي عمل لنا الشخصيات البطولية بالشكل دوت. لو قلت له جنريت هيبدأ يجيب لك شخصيات تانية لحد ما تلاقي الشخصية اللي انت عايزها، وكل واحد فيهم بتلاقي امكانيات ان انت تتعدل فيها او تعملها داونلود زي ما انت عايز. طيب الحاجة اللي بعد كده هنلاقي عندنا بيبر ارت ستايل، ده الفن اللي هو فن طي الورق اللي هو الياباني. هقول له اوكي، وتعالى نشوف لو احنا قلنا له هات لنا بقى تصريف بطريقة الموراي. طيب تعالى بعد كده نشوف ايه اللي موجود. هنا ده فن الرسم، صور فنية توضيحية. وتقدر تعدل من هنا، وممكن تقول له كومنت ميك، فيبدأ يجيب لك بالشكل ده. طب خلينا نجرب برومت ماجيك، فجاب لي صور بالشكل ده. طيب خلينا نعمل باك. صراحة موقع خطير. في عندي فن البكسل، بكسل ارت بالشكل دوت، هو مخصص اكتر للوجه لكن هو بيقدر يشتغل برضو ايه على باقي الجسم عادي. طبعا لو قلت له نيجاتيف برومت بيقول لك اكتب البرومت اللي انت عايز تستثنيه، يعني ممكن تقول له مثلا مش عايز حاجة مودرن مثلا، طلع بالشكل ده. طيب تعال نشوف اللي بعد كده. في عندي اللي هو بتاع الاشباح، وممكن كمان ترفع صورة من عندك، صورتك الشخصية، وهو يبدأ يدمجها لك مع الصور اللي موجودة هنا. يعني ممكن صورتك الشخصية تشوفها كل الفنون زي بالشكل دوت. ده شكل لو طلع لك حاجة زي أشباح أو مخلوقات خارقة. طيب بعد كده هنلاقي ايه؟ هنلاقي منظورات خيالية. طيب خلينا نشوف المنظورات الخيالية كده. بالشكل دوت. طيب في حاجة برضو خاصة بالخيمي. دوت. اقول له. طلع معايا بالشكل دوت. طيب تعالى نشوف بقى سريعا كده.
هنلاقي عندنا حاجات مثلا زي حيوان مثلا، هنلاقي عندنا ان انت تعمل دروع، تمائم، عندنا في حاجات خاصة بأعياد الميلاد الكريسمس، في حاجات خاصة بالكريستيال كريستالات، في حاجات خاصة بالملابس، تصمم ملابس، في حاجات خاصة بإن أنت تصمم فاس الحرب، في حاجات زي ليوناردو سيجنتشر توقيع بتاعه، في عناصر سحرية ماجيك، في حاجات خاصة بحجارة البيت، وهكذا. فهتلاقي حاجات قوية جدا تقدر إن أنت تجربها بالشكل دوت. ده ترياق سحري. فإن شاء الله الموقع يعجبكم، وتقدر تختار مثلا انت عايز تعمل 8 صور في كل مرة براحتك خالص. أتمنى الموقع يعجبكم إن شاء الله. لو في موقع مماثل في حاجات جميلة بالشكل دوت اكتبوها لنا في التعليق.